أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022. وتعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. وأضاف المجلس التصديري أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بقيمة 2344 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 21% يليها الاتحاد الأوروبي. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه وربح رأس المال السوقي 58 مليار جنيه عند مستوى 1,668 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 2.92% ليبلغ 24773 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 3.7% ليبلغ 5279 نقطة. وصعد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 3.2% ليغلق عند مستوى 7670 نقطة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا خلال التداولات، وذلك بعد توقعات منظمة البلدان المصدرة لخام النفط أوبك الإيجابية بشأن النمو العالمي. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 74 دولارا و8 من المئة سنت للبرميل، وتصل بذلك إلى نسبة 1.5%. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 69 دولارا و41 سنتا للبرميل لتبلغ 1.7%. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.24% لتبلغ $2.53 للتر. وارتفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل $2.31 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. في أسواق البترول أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الاتحادية لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 5.50 و5.25%، ويتوقع خفضا بنسبة 75 نقطة أساس في 2024. وأشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التجديد التاريخي للسياسة النقدية الأمريكية بلغت نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في العام المقبل. وفي بيان جديد عن السياسة النقدية أولى مسؤول المركزي الأمريكي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم تباطأ عن العام المنصرم. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير كبير للغاية على الاقتصاد العالمي، وكذلك العدوان الإسرائيلي على غزة يمكن أن يكون أيضا له تأثير. وشددت يلين على أن الهجمات في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي إذا اتسع نطاقها. أعلن البنك الدولي أن البلدان النامية أنفقت قرابة نصف تريليون دولار على خدمة ديونها الخارجية في 2022، ما استنزف مخصصاتها للصحة والتعليم ومكافحة تغير المناخ. وذكر البنك في أحدث تقرير عن الديون الدولية أن مدفوعات خدمة الدين بما في ذلك أصل الدين والفائدة ارتفعت 5% عن العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 443.5 مليار دولار، وسط أكبر زيادة في أسعار الفائدة في أنحاء العالم منذ 4 عقود.
أشارت وكالة التصنيف موديس إلى تثبيت تصنيف لبنان إلى عند مستوى سي وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وأوضحت موديس أن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس لتوقعاتها بأن سي يظل التصنيف عند هذا المستوى في المستقبل المنظور. واعتبرت موديس أن استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد. وذكرت موديس أن تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في العدوان الإسرائيلي على غزة سيبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة.